السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يمسيكم بالخير. وصية محب يا أحبة، أن الإنسان إذا أراد أن يفعل عمرة ينبغي له أن يتعلم قبل أن يفعل عمرة. وجزاهم الله خير في الحرم واضعين صفة العمرة لكل من أراد أن يفعل العمرة في باب الملك فهد. أني ألاحظ يا أحبة أن من الرجال والنساء عندهم أخطاء في فعل العمرة وهو لا يعلم. ومن شرط قبول العمل الصالح شرطان: الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح. من الأخطاء الشائعة في فعل العمرة عند الرجال والنساء لبس النقاب عند المرأة وهو محظور من محظورات الإحرام، وأيضا عند الرجال يضع الإحرام فوق رأسه وهو محظور من محظورات الإحرام. فتعلم قبل أن تعمل. أسأل ربي بمنه وكرمه وجوده أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله أن يفرج هم كل مهموم وينفس كرب كل مكروب، ويرضى عني وعنكم يا رب العالمين. أعيد وأكرر يا أحبة، والله الآن أثناء طوافي يمكن اللي سألوني كيف أفعل العمرة يمكن أكثر من 7 أشخاص ما يعرفون من أين يبدأ الإنسان وكيف يفعل في العمرة. فالعلم نور، تعلم. واحد منا لو يبغى يشتري سيارة أو جوال تلقاه يسأل عن مواصفاته، وش موديله، وش ألوانه، إلى غير ذلك. دينك أولى أن تتعلم فيه، دينك أولى أن تسأل عنه. فتعلموا يا أحبة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. المعلومية حبيت أعلمكم أمر: أي أحد يشكل عليه مسألة يجهلها في أمور الحج والعمرة، الحمد لله يوجد مشايخ يفتون في هذه المسائل عند باب الملك فهد يمينك ويسارك، وعند باب الملك عبد العزيز. اتجه عليهم واسألهم، واسأل عن دينك وتعلم. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول أحد العلماء: لن ينال العلم مستحي ولا متكبر. فتعلم حتى تعبد الله على علم وبصيرة. كيف تعيش مع أسرتك وأهل بيتك ويكون هذا البيت من البيوت المطمئنة؟ موضوع يا جماعة جميل، كثير منا يفتقد هذا الشيء. يقول: أنا بيتي ما أحس فيه طمأنينة، ما في سكينة، في مشاكل. أقول يا جماعة الحل موجود، وهذا الحل عظيم جدا، قليل من يطبقه. ليش ما يكون مجلس ذكر في بيتك؟ اسمع وتأمل يا جماعة معي هذا الحديث العظيم الذي قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس القوم في مجلس يذكرون الله، اسمع الجوائز، إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة، وذكرهم الله في من عنده. تخيل الله يذكرك عند ملائكة الكرام، وفي آخر مجلس يقال: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذا فضل عظيم ما يضيعه إلا شخص ما استشعر قيمة هذا الحديث العظيم. فلازم يا جماعة تأمل وتستشعر. اسمعوا الطريقة. الطريقة سهلة: بعد كل عصر مثلا أو بعد المغرب، حاول يكون بعد العصر أفضل، أنك تخصص جلسة يسيرة أنت وأهل بيتك قراءة كتاب. إما أن يكون مثلا التفسير ميسر، تفسير سهل، أو مختصر صحيح البخاري أو مختصر صحيح مسلم، أو كتاب رياض الصالحين، فيكون مجتمعين أنت وبناتك وأبنائك تقرأ أنت عليهم كتاب أو شيء من القرآن والتفسير، واليوم الثاني مثلا زوجتك. فهذا الأمر عظيم أن تذكر الله الآن. تخيل من يدخل في بيتك الملائكة، من يطلع الشياطين اللي معاشعشة في بيتنا سبب مشاكل، ترى هي الشياطين يا جماعة. فالبيوت أصبحت مقابر، فضائيات وقنوات وأغاني، فالشياطين تعشعش، والشيطان ما دخل بيت، خذوها قاعدة، إلا وخربه. فاستمر، لا تقول أستحي وما أقدر وصعب، لا استمر. اليوم الآن رح أقرب مكتب وأشتر لك كتاب وابدأ، صدقني راح تجد أشياء عجيبة. بيتك مطمئن، أبنائك مطمئنين، زوجتك، يعني الوضع كله يكون ممتاز، لأن يا جماعة أنتم الآن تذكرون الله سبحانه وتعالى في هذا البيت، راح تنزل عليه السكينة والطمأنينة. ما هي إلا أيام راح تشوف فرق عجيب في البيت، الهدوء، السكينة، الطمأنينة، تروح المشاكل. وهذا الشيء يا جماعة مطبق لكثير من الناس وفعلا شاهدوه. بل حتى في السفر ما يمنع، أنت مسافر أنت وأهلك مثلا تقرؤون من الكتاب حتى تكون يعني رحلتك إيمانية. أما البيوت الغير مطمئنة اللي في بيتهم أغاني وقنوات وفضائيات، وإذا سافروا أيضا أغاني، هذا والله ما راح يشوف طمأنينة ولا يلقاه أبدا. فأخواني هذه طريقة مجربة، يعني استفاد منها الكثير من الناس،
وجدوا فعلا البركة والطمأنينة والسكينة لأنهم في مجلس ذكر. أنا أشوف أن هذا الكتاب جدا ممتاز، كتاب رياض الصالحين، راح أقرب مكتبة أخذ هذا الكتاب أو أي كتاب حديث أو تفسير، والتنويع ترى ممتاز، وفيه أيضا أبواب جميلة جدا، يعني الإخلاص والصبر، الصدق، المراقبة، التقوى، المحافظة على السنن، أيضا أشياء تخص المرأة والبيت والأبناء. فأنا أشوف أن هذا حقيقة كتاب جميل جدا جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام النووي على هذا الكتاب الثمين والكنز. أتمنى من جميع البيوت والأسر تطبيق هذه الطريقة، واللي مطبقها أسأل الله أن يجزاه الجنة، واللي ما طبق يطبقها من اليوم ويعطيني نتائج. وأتمنى نشرها للغير، يعني أنت الآن تكسب أجر غيرك لما تنشر هذا الكلام وتعلم الناس واللي حولك وأخوياك هذه الطريقة.